في الحوار الذي ذكره ربنا عز وجل في القرآن الكريم مع إبليس اللعين، أخبر ربنا عز وجل أن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فرد عليه ربنا عز وجل بالوعيد وأنبأه بالعذاب الأليم له ومن اتبعه من العالمين. أخرج الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اسم إبليس عزازيل، وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأربعة الأجنحة، ثم أبلس بعد ذلك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: نعم، روى الطبري وابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اسم إبليس حيث كان مع الملائكة عزازيل، ثم إبليس بعد. وقال الحافظ أيضا: ومن أسمائه الحارث والحكم، وكنيته أبو مرة، وفي كتاب ليس لابن خالويه كنيته أبو الكروبيين. ورد الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان وقال: وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أنه كان من أشراف الملائكة ومن خزان الجنة، وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا، وأنه كان اسمه عزازيل، هذا كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها. لذا مشاهدين الكرام، ما سنذكره اليوم عن قصة عزازيل هو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب والتي لا معول عليها. يقال عن هذه القصة: كانت قصة قديمة جدا، بدأت قبل عصر البشر بآلاف السنين. ظهر فيها جني بألف وجه مثل وجوه حراس المعبد القديم. دارت أحداثها بين الحق والباطل، وستظل قائمة إلى يوم الفصل المبين. هي همسات في نفس جني كان من المكرمين، فأخذه الكبر والشقاق والنفور والنفاق، فعصى وتجبر وأبى ونادى في القديم أنه لا يكرم إنسي خلقه الله من طين، فلعنه الله العظيم ومسخه إلى شيطان رجيم، فنظر إلى الله المتعال وسأله المد والإنظار، فأعطي سؤله في الحال، فأصبح من المنظرين إلى يوم الوقت المبين. فكان منه ما كان إلى أن دار عليه الزمان وعرفه العالم بإبليس اللعين. في وقت غير معلوم من الزمان خلق الله عز وجل خلقا من مارج من نار سموا بالجن، وسكنوا الأرض العظيمة قبل عصر البشر بأطوار كانت الجن فيها مخلوقات عاقلة، كلفت بعبادة الله الواحد العظيم، فبنوا الأرض وعمروها من قصور وحدائق ومعين، فاشتدت قوتهم وعظم بطشهم، فتناسلوا وتكاثروا وشربوا وهنئوا حتى طال عليهم الأمد، ونسوا ما خلقوا له، ودار عليهم الزمان، وعلى بعضهم على بعض، فسفكوا الدماء وأفسدوا الأرض والبنيان، إلى أن ظهر من بينهم جني يدعى عزازيل، كان حكيما عابدا لله عز وجل، بل قيل إنه أكثر من عبد الله تعالى منهم. فرد قبائل الجن عن بعضها وحذرهم من غضب الله ونقمته، ولكن ما كان منهم إلا أن زادوا في الضلال وأمعنوا في القتال، فأكرم الله عزازيل بأن حسن خلقه وشرفه وملكه على سماء الدنيا والأرض، وظل على هذه الحال ينذر بني جنسه من عقاب الله المتعال، إلى أن جاء الزمان وأرسل الله عز وجل جيشا عظيما من الملائكة، شارك معهم عزازيل في معركة ضد كفار الجن وفساقهم، فقاتلوهم وانتصروا عليهم، وضربوهم بجزر البحور وأطراف الجبال، ونظر عزازيل إلى نفسه وقال: صنعت ما لم يصنعه أحد. فاطلع الله تعالى على ذلك بقلبه، ولم يطلع عليه أحد من ملائكته. وقيل في رواية أخرى:
إنه أسر ورفع إلى السماء فعبد عزازيل ربه عز وجل في السماء، وتقرب إليه حتى كرمه الله وجعله مع الملائكة العابدين، وظل على هذه الحال في التقرب والأذكار إلى أن دار الزمان ونطق الحق في الملكوت الأعلى، وقال إنه سيجعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة في إجلال: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فأجابهم برحمته أنه يعلم ما لا يعلمون، فخلق خلقا من كرامة يده أسماهم بالإنس، وجعل ذريتهم من آدم الذي خلقه من طين. وبعدما صور الله عز وجل جسد آدم، أخذ عزازيل رئيس الجان يدور حول آدم، فرآه أجوف وعرف أنه خلق لا يتمالك، فنظر إليه وقال: لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. فنفخ الله عز وجل في آدم من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له، وهو سجود تحية وإكرام، وليس سجود عبادة وتأليه. فشعر عزازيل بحسد عظيم، وامتنع عن أمر الله تعالى، وقال في استعلاء: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فخالف الأمر واستكبر واعترض وابتعد عن رحمة الله الذي خلقه وسواه. وبعد أن طرد عزازيل من رحمة ربه تعالى وبات شيطانا ملعونا مدحورا، ظهرت معه الهمسات الأولى ضد الإنس، وليس هناك غير آدم وزوجه في الجنة رغم تحذير الله لهما من عدوهما إبليس، إلا أن آدم نسي ما كان واستمع في غفلة لهمسات سيد الجان وعدو البشر في كل زمان، فأخرج أبوينا من النعيم وهبطوا منها أجمعين. فبدأ العصر الأول على الأرض، وبدأت معه قصة إبليس اللعين. في بداية العهد الأول ظل توحيد الله قائما 10 قرون، وكان دور إبليس وقتها مقتصرا على المعاصي وإيقاع أحفاد آدم فيها، ولكن النفس في بعض الأحيان أقوى من همسات الإنس والجان، فطوعت نفس أحد ولد آدم قتل أخيه. كان لإبليس فيها فرح وعيد، وما لبث الزمان حتى أوقع بني الإنسان في فحشاء وعناء، عندما استغل جريمة القتل وطرد القاتل من مجموعة البشر الأولى وطرده إلى مكان بعيد وحده. فوسوس إبليس لقوم شيث بن آدم عليه السلام الذي كرمه الله بالدعوة وأنزل عليه 50 صفحة، فدعا قومه إلى الله وحذرهم من عدوهم وعدو أبويهم آدم وحواء، ولكن همسات إبليس كانت في اللحن والكلام الأنيس، فدل قوم شيث الذين عبدوا الله وسكنوا الجبال إلى قوم الأخ القاتل قابيل الذي نفي إلى الهضاب، فرأوا من الحسن والجمال ما لم ير بين العباد، إلى أن أوقعهم إبليس لأول مرة في الزنا والفحشاء، وكانت أكبر خطيئة على الأرض بعد القتل والبغضاء. وهنا تعلم إبليس نقاط ضعف البشر، وقريبا سيكون له أساليب ودهاء سيجعل من أتباعه الحمقى يطوفون في فراغ وفضاء. لم يكن إبليس الجني الوحيد على الأرض، بل كان له أتباع وخدام من الجن والإنس وغيلان الذين طردوا إلى جزر البحور بعد معركة الملائكة المرسلين. فقام إبليس بدعواهم ولبوا النداء بشر عظيم، فكثر أذاهم للبشر في عهد مهلائيل، مهلائيل ابن قيان وحفيد أنوش ابن شيث ابن آدم عليهم السلام. فقام مهلائيل الجبار بحشد جيش من التابعين والأنصار، فقهر إبليس وجنوده وشردهم عن الأرض إلى أطرافها، وضربهم في شعاب جبلها فسحق مردة الجن والغيلان، وبات له تاج عظيم، فكان أول من بنى المدن والحصون والأقاليم. علم إبليس بضعف كيده
وقلة حيلته أمام عباد الله المخلصين، فكان لا بد من أسلوب رصي ومكر لعي، فظل يخطط لمئات السنين وينتظر الفرصة لسلخ البشر من الدين الذي جعل منهم عبادا مكرمين عند الرحمن الرحيم. ففي عهد لامك والد نوح عليه السلام ظهر في القوم 5 رجال صالحين عرفهم الناس بود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وأحبهم أهل الأرض لكرمهم وحسن أخلاقهم، فكانوا من الزهاد العابدين لله الواحد الكريم. فدارت الأرض وإبليس ينظر وينتظر أمرا سيحقق له نصرا على بني الإنسان. فبعد موت الرجال 5 الصالحين طاف إبليس على القوم بهمسات ومكر لعين، فقال: يا قوم، كيف لكم أن تنسوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا؟ فهل أدلكم على أمر إن فعلتموه شكرتم لهم ما كان من حسن أخلاقهم؟ فأجاب الإنس: بلى. فهمس إبليس لهم وقال: ابنوا لهم التماثيل، ولكل واحد من اسمه يشير، فلا تنسوا ذكراهم بعد ذلك من جيل إلى جيل. وانتظر إبليس بعدها تعاقب الأجيال، وخطط ووسوس إلى قوم نوح وقال: إن آباءكم كانوا لتلك الأصنام عاكفين ولها عابدين، فاطلبوا منها الخير والمعين. وبهذا الخبث والدهاء ظهرت عبادة الأصنام والشرك بالله، وانتشر الفساد والظلم بين العباد. فبعث الله نوحا منذرا ورسولا، فلم يؤمن منهم إلا 80، فوقع الطوفان وحمل في السفينة المؤمنين مع أبنائه الباقين، وانتهى عصر البشر في ذلك الزمان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.